ربك مثل الكرام الكرام نادت بك مثل الكرام الكرام نادت بك مثل الكرام الكرام بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن أحد عباقرة التلاوة في بداية القرن العشرين، وهو يعتبر من الرعيل الأول. وقلنا سابقا أن الرعيل الأول هو القراء اللي هم مع بداية القرن العشرين، فترة العشرينيات وفترة الثلاثينيات، دول أنا بسميهم الرعيل الأول من القراء. النهاردة حلقتنا عن فضيلة الشيخ علي حزين. الشيخ علي حزين ولد في مارس عام 1902 بمنشية الصدر بمنطقة الويلي في القاهرة، فحفظ القرآن الكريم وهو عمره 10 سنوات، وبعد كده والده ألحقه بالتعليم الأزهري وأصبح هو قارئا وأزهريا في نفس التوقيت. بدأت شهرته في منطقة حدائق القبة وما حولها، يقرأ القرآن الكريم. بعد كده الشيخ تفرغ منذ شبابه إلى تعلم وتعليم القرآن الكريم وحفظه وتجويده ومراجعته على يد فضيلة الشيخ الجريسي. ده شيخ مشهور طبعا في عالم تجويد القرآن الكريم والإجازات وهكذا. لما زادت بقى شهرة الشيخ وبدأ اسمه يتردد، الشيخ علي حزين في منطقة حدائق القبة وما حولها، وبدأ يتعرف في القاهرة كلها، اختاروا فريد بيك الرفاعي لافتتاح الإذاعة الملكية بقصر القبة في حدائق القبة. كان في بقى هيفتتحوا إذاعة ملكية في القصر في حدائق القبة، فهو اختاروا فضيلة الشيخ علي حزين ان هو يفتتح الإذاعة بتلاوة قرآنية. وفي فترة الأربعينيات يعني 1940 وقعت الإذاعة اللاسلكية البريطانية عقدا معه لتسجيل ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، يعني حوالي 12 تلاوة كده، وبس التلاوات ديت مش موجودة في الإذاعة. وفي عام 1948 اختير الشيخ علي حزين ليكون قارئ السورة بمسجد فرج بحدائق القبة، وكان المسجد اسمه مسجد الفاروق، كان اسمه فرج، مسجد فرج ومسجد فاروق، وبناه الحاج محمد فرج والد الحاج حسين فرج كبير السميعة وصاحب أكبر مكتبة قرآنية في مصر. تعالوا نسمع تلاوة مباركة لفضيلة الشيخ علي حزين ونستمتع بها. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما
بما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الشيخ علي حزين لم يسافر إلى أي دولة خارج مصر سوى مرة واحدة في فترة الخمسينيات لمدة شهرين بدعوة من إذاعة الشرق الأدنى يعني ما سافرش أي دولة خالص غير بس عشان يروح يسجل بعض التسجيلات في إذاعة الشرق الأدنى وفي أواخر أيامه أصيب بأزمة رب شديدة حتى توفاه الله في شهر أغسطس عام 1971 ذكر الأستاذ شكر القاضي ده كاتب وصحفي في كتاب اسمه عباقرة التلاوة قال إن الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله قال على الشيخ علي حزين كلمة جميلة قوي قال إيه كانت دقادوس دقادوس ديت البلد اللي هي قرية الشيخ الشعراوي فالشيخ الشعراوي بيقول كانت دقادوس تعشق سماع الشيخ علي حزين القرية كلها كانت بتعشق صوت الشيخ علي حزين وأن والده الحاج متولي الشعراوي كان كييف سماع الشيخ وكان يذهب لسماعه في أي قرية قريبة لما كان والد الشيخ الشعراوي يسمع أن الشيخ علي حزين في قرية مجاورة كان يذهب وكان بيحب جدا جدا أن هو يسمع تلاوته المباركة يقول الحاج مصطفى علي حزين ابن الشيخ يعد
الشيخ علي حزين مدرسة متفردة مفيش زيه يعني، بدليل ان مفيش حد استطيع ان هو يقلده حتى الآن. فعلا صوت فضيلة الشيخ علي حزين لا يستطيع احد ان يقلده، لانه له نبرة صوت متميزة، له أداء مختلف عن بقية القراء. انضم فضيلة الشيخ علي حزين إلى عباقرة التلاوة في القرن العشرين أمثال فضيلة الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ البنا، ليصبح اسما من أو فارسا من فرسان تلاوة القرآن الكريم في مصر وفي القرن العشرين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري. ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري. وفي التراويح راحات جامعة فيها المصابيح تزو مثل أنواري. في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي،
وفي حب الله نجتمع ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرق سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك رسل الكرام الكرام Thank you.